السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد. أرحب بكم أجمل ترحيب، واليوم أرحب بكم مرة أخرى بعد فترة من كان انقطاع بسبب التدريس والدراسة للدورات الموسيقية اللي دائما أنوح عليها أنه عندي دورات موسيقية لتعلم العود والغناء العربي، 8 محاضرات شهريا، وممكن تتصلون برقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو. أرحب بكم مرة ثانية وأؤكد على الأسئلة الكثيرة اللي هي دائما يعني تأكد على موضوع أنه المسكة الموسيقية، وأكو بيهم بعض الزميلات أنه قالوا أنه ما مفتهمين قضية المسكة، وصار عندنا موضوع آخر من التفكير لأنه شرحك أنه يختلف عن قضية. أنا حقيقة الشرح مالتي يختلف لقضايا كثيرة، هي من ضمنها قضية مسكة الآلة بالطريقة الأكاديمية الحقيقية، لأنه خلوها في بالكم أنه إذا مسكت يعني مسكة العود تكون مسكة صحيحة، أنت بالتالي راح تكون عازف بفترة بسيطة جدا. يعني مثلا عندنا هذا العود، هذا العود لو نشوفه هسه عن قرب، هذا راح تكون عن قرب، راح نلاحظ هذه مسكة العود، هذه مسكة العود. مسكة العود تكون أولا سيطرة مالتك تكون في هذه اليد، يعني اليد اليمنى. بالنسبة لأصحاب اليد اليسرى احنا ما عندنا إشكال معهم، أصحاب اليد اليسرى نقلب الأوتار بالعكس، نقلبها وتكون المسكة نفس الترتيب ونفس طريقة العزف باليد اليمنى لكن بالعكس. طيب نرجع، هذه مسكة اليد، هذه اللي مسيطرة هي على العود، فشوفون بعض الزميلات تقول انه انا اختلف شرحك عن البقية باليوتيوب، طبعا لانه انا شرحي يكون بسيط، هذه المسكة وايدك تكون كأنما ماسك برتقالة وتكون شوف مثل القعر يكون بها، لاحظوا شوف بحيث تنسند على هذه، يكون الإسناد هنا، لاحظوا هذا الطريقة رقم 2، تقدر يقول أوكي، علامة الأوكي أو التمام، شوف باو. إذن كل هالطريقة تكون هنا، شوف هذه هي الطريقة لمسكة العود، تكون مسكة حقيقية ويكون ترتيبك بالنسبة للمسكة. لذلك عندنا الريشة أيضا مسكتها كأنما تمسك سكين قطع بها، شوف تلاحظ هذه راح تكون thank you.
الدرس القادم نتحدث عن الريشة وكيفية استخدام الريشة وكيف تقوي الريشة. تحياتي لكم، لا تنسون الاشتراك واللايك، وأي استفسار تقدرون بالتعليق تحت الفيديو. واللي يريد يحب أنه يشترك بالدورات الموسيقية موجود رقم الهاتف الواتساب ويقدر يستفسر. وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.